ستارة واحدة فقط والتي ستنضم للمجموعة الأولى المركز الرابع. تفضل سيدي. Il s'agit de la Guinée-Bissau. إذن غينيا-بيساو. La Guinée-Bissau, première apparition, أول qui a ظهور battu dans son groupe وهزمت في مجموعتها كينيا, كونغو وزامبيا. Excellence, إذن سيدي شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا وتفضل بالعودة إلى مقعدك. شكرا. شكرا جزيلا لك سيد فديغا. سوف نواصل إذن للمنتخب القادم من المستوى الرابع. هذا المنتخب سينضم للمجموعة الثانية في المركز الرابع. زيمبابوي سيداتي سادتي محاربو الزيمبابوي الظهور الثالث أنه التصفيات بأحد عشر نقطة وذلك بهزم أيضا غينيا مالاوي وسوازيلاند. زيمبابوي إذن ينضم للمجموعة الثانية المركز الرابع. نواصل إذن لمن سينضم إلى ساحل العاج في أويم. Et il s'agit des éperviers du Togo. إذن التوغو. Une participation à la Coupe du Monde, sept participations à la Coupe du Monde. سبع أمم أفريقيا. هزموا ليبيريا وجيبوتي بالإنهاء في المركز الثاني خلف المنتخب التونسي في التصفيات بأحد عشر نقطة. شكرا لك سيد فديغا. والكرة الأخيرة للمستوى الرابع التي ستنضم للمجموعة الرابعة في بور شانتي في المركز الرابع من المجموعة الرابعة. Et il s'agit bien de l'Ouganda. L'Ouganda, les crânes de l'Ouganda, mesdames, messieurs, finalistes. Ouganda, إذن لاعبة النهائي. عام 78 والمشاركة السادسة. Monsieur Fadiga, je vous remercie. سيد فديغا شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا وتفضل بالعودة إلى مقعدك. شكرا. Enfin, nous procédons. أخيرا نواصل مع المرحلة الأخيرة صاحب قرعة المنتخبات من المستوى الرابع ولذلك نريد أن نرحب على الركح بابن البلد والذي قدم مسيرته في الجابون مع بيلينغا في بور شانتي مرتين بطلا الجابون ثلاث مرات الفائز بكأس الجابون كذلك لعب نصف نهائي مع بانتير دو جابون وذلك ب 135 مشاركة مع المنتخب رقم قياسي وبالمشاركة في نفس الوقت إلى كأس أمم أفريقيا عام 94 96 و 2000 فرانسوا أميغاس. عندما كنا نلعب كرة القدم سابقا كنا نرى بالتأكيد أن الأمر لم يكن احترافا بل كهواة فقط. اليوم نحن نرى بالتأكيد بأن كل اللاعبين من مستوى عال جدا وكلهم ينشطون في أوروبا وحول العالم. نحن ضحينا الكثير في أفريقيا وضحينا بقلوبنا للعب من أجل بلدنا. لعبنا ليس من أجل الأموال بل لأننا نحب بلدنا ومن أجل القميص الذي كنا نرتديه هذا كان الأهم بالنسبة لنا. ولكن اليوم الأمر اختلف كثيرا. اليوم الكل يتعلق 80% بالتأكيد من اللاعبين ينشطون في أوروبا والأمر يصعب كثيرا لتأقلم مع اللاعبين. أولى سيدتي سادتي ستتم المجموعة الأولى المجموعة التي يوجد فيها البلد المنظم. Le Burkina, Burkina Faso, سيداتي سادتي. Finaliste en 2013. لاعب النهائي عام 2013 يشاركون في المرة السابعة عشر. بوركينا فاسو واجه جزر الكومور بوتسوانا وأوغندا وأنها في المركز الأول بثلاثة عشر نقطة بتسجيل ستة أهداف وقبول هدفين فقط. شكرا لك. المنتخب الموالي هو المنتخب الذي سيتم المجموعة الثانية التي ستلعب في فرانس فيل في المركز الثاني من المجموعة الثانية. إذن نصور قرطاج المنتخب التونسي.
المنتخب التونسي فائز عام 2004 بمنافسة 4 مشاركات في كأس العالم 17 مشاركة في كأس أمم أفريقيا أنهوا تصفيتهم في المركز الأول أمام ليبيريا توغو وجيبوتي بثلاثة عشر نقطة. نواصل. المنتخب الموالي هو المنتخب الذي سيتم المجموعة الثالثة. La République démocratique du Congo. الكونغو الديمقراطية. Les léopards. Les léopards vainqueurs en 17 participations. عام 68 74 في تصفيات هجموا افريقيا الوسطى ومدغاسكر وب 15 نقطة تمكنوا من الترشح. شكرا جزيلا. واخيرا سيداتي سادتي المنتخب الاخير المتبقي والذي سيتم المجموعة الرابعة والاخيرة. المنتخب في المركز الثاني من المجموعة الرابعة بالتأكيد مالي. نعم منصور مالي الذي لعب النهائي عام 72 وفي العديد من المرات كان موجودا في نصف النهائي وفي المركز الثالث يشاركون للمرة العاشرة في هذه المنافسة. شكرا جزيلا لك سيدي نحييه. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق. سنطلب منك أن تعود إلى مقعدك. شكرا. سيداتي سادتي الحضور الكرام، هذا يتم إذن القرعة لكأس أمم أفريقيا توتال غابون 2017. اسمحوا لي أن أقوم بتلخيص صغير بالنسبة للمجموعة. المجموعة الأولى في ليبروفيل غابون بوركينا فاسو كاميرون غينيا بيساو. المجموعة الثانية في فرانسفيل الجزائر تونس السنغال زيمبابوي. المجموعة الثالثة في أويم كوت ديفوار كونغو الديمقراطية المغرب وتوغو. المجموعة الرابعة بورت جونتي غانا مالي مصر أوغندا. إذا سيداتي سادتي نعطيكم موعدا في 14 من يناير 2017 لكي نحضر على مباراة الافتتاح بين الغابون وغينيا بيساو. أنا أحييكم حتى ذلك الوقت. شكرا لصبركم وسأعيد الكلمة إلى غيجيس ودانيلا. شكرا إذا لك سيدي السيد هشام العمراني. سيداتي سادتي إذا نحن رأينا ردات فعل سعيدة وغير سعيدة، هذا ما لاحظناه خلال هذه القرعة، لكن المنتخبات عرفت الآن وسوف تشارك انطلاقا من 14 من يناير 2017.